كابتن محمد، يمكن اجل حضرتك يعني احنا في نهايه الدور او الجوله الثانيه، فمحتاجين مع الساده المشاهدين نستعرض مشوار الاهلي في دوري سوبر رجال السله. اتفضل كابتن سلام. هو مشوار دوري السوبر انقسم لقسمين، الدور الاول ودور ثاني. خلص الدور الاولاني واحنا بنلعب في اخر ماتشين، عندنا النهارده سبورتنج والاتحاد، ده في الدور الثاني. في الدور ده نفكر الناس بالدور الاولاني. الجوله الاولى كان الفوز على المصريه للاتصالات 73-68، والجوله الثانيه خسر، وتاني الجوله الثانيه خسرنا من طلائع الجيش 78-76، الجوله الثالثه خسرنا من الجزيره 81-77، الجوله الرابعه فزنا على الزمالك 112-106 بعد وقت طافي، الجوله الخامسه خسرنا من سموحه 88-83، الجوله السادسه الخساره امام سبورتنج 74-69، الجوله السابعه الخساره من اتحاد اسكندري 74-71، الجوله الثامنه الفوز على المصريه للاتصالات. ده بقى بدايه الدور الثاني هنا من الدور الثاني من بدانا الدور الثاني كسبنا الاتصالات 96-79، كسبنا طلائع الجيش 86-63، كسبنا الجزيره 72-64، كسبنا الزمالك بعد قرار اتحاد الباسكت الفوز على الزمالك اعتباريا بقرار 20-0. الجولة الثانية 10 الفوز على سموحة 95-85، وترتيبنا الترتيب دلوقتي حسب لغاية النهاردة ترتيبنا الرابع ب 19 نقطة. تمام، يعني احنا شايف كده بالنظرة مجردة احنا الدور الثاني ما فيش ولا هزيمة الحمد لله، ويبقى لنا مباراتين، مباراة سبورتنج النهاردة ومباراة ايضا ان شاء الله الاتحاد يوم الخميس. كابتن اسلام استاذنك، يعني لازم نستعرض ايضا مشوار سبورتنج في دوري سوبر رجال السله. اتفضل كابتن اسلام. سبورتنج في الراوند الاولاني السبع ماتشات الاولين كسب اربع ماتشات من اصل سبعه، فاز على سموحه 3 بونت. طب ما نقول بالترتيب يا كابتن. لو هنقول على الجوله الاولى خسر قدام الجزيره فرق 10 بونت 78-71، الجوله الثانيه فاز على سموحه 65-62، الجولة الثالثة خسر من الاتحاد 90-78، الجولة الرابعة فاز على الجيش 80-56، الجولة الخامسة خسر من الزمالك 65-57، الجولة السادسة فاز على الأهلي في اسكندرية 74-69 5 بونت، الجولة السابعة نهاية الدور الأول فاز على الاتصالات فرق كبير 23 بونت 75-52. نخش بقى الراوند في الراوند الثاني اللي هو الدور الثاني. أول ماتش الجولة الثامنة يعتبر خسر من الجزيرة 81-63، الجولة التاسعة فاز على سموحة 75-73، كانت مباراة جامدة دي. الجولة العاشرة لو هنلاحظ ان هو كسب سموحة رايح جاي، يعتبر كسب سموحة وده ديربي سكندري قوي جدا، قوي جدا. وبحيي فريق سبورتنج لان بتلعب من غير محترف، الفرقة الوحيدة هي وجيش بتلعب من غير محترف. الجولة العاشرة خسر من اتحاد سكندري 90-68، الجولة ال11 خسر من الجيش 67-62، الجولة ال 12 الأخيرة كانت خسر أمام الزمالك 76-64، ترتيبه حتى الآن الخامس بعد الأهلي برصيد 17 بونت، فرق 2 بونت عن الأهلي، ودي تدي ارتياحية شوية. بس أنت حضرتك قلت حاجة في النص يا كابتن إسلام، إن أنت بتحيي فريق سبورتنج الحقيقة. والحقيقة إحنا برضو بنضم صوتنا لصوتك خاصة إنه ما هوش محترف. أولا مجهود يشكر عليه مجلس إدارة نادي سبورتنج بالكامل، يعني إن هم دعموا كابتن وائل بدر. طبعا كابتن وائل بدر يمثل جيلنا وكلنا بندعمه وبنشجعه لانه يعتبر من المدربين الجداد على الدوري للفريق الاول، مسك السنه اللي فاتت سبورتنج في نص الموسم كمل بيهم وخد ثالث دوري مرتبط السنه اللي فاتت، والسنه دي واخد بس السنه فاتت كان معاه محترف يعني اللي هو تودو براين اللي كان بيلعب في الاهلي، السنه دي السنه من اولها من غير محترف واخد ثالث دوري مرتبط بعد الاهلي والاتحاد اللي لعبوا فاينل دوري مرتبط، يعني يجي بعد منه فرق تقيله كبيره في الباسكت زي الجزيره والزمالك وي هو خد ثالث دوري مرتبط. الماتش النهائي اللي بينه وبين السموحه على ثالث ورابع دوري مرتبط، احنا عارفين نظام المرتبط اللي الصغيرين بيلعبوا الاول بعدين الكبار، بعديها الجوله اللي بعديها الصغيرين بيلعبوا بعدين الكبار، فهو كسب اول يوم صغيرين وكبار، ثاني يوم كسب صغيرين، فخلاص مش محتاج الماتش الرابع. هو فعلا ما تلعبش، يعني هو ما تلعبش خلاص، ما اتحسبت خلاص، كان تحصيل حاصل. فبحييهم تاني وبحيي كابتن وائل بدر وكابتن طارق صبحي المدرب العام والجهاز الفني بالكامل على الاداء وشكل الفرقه، ان 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 الفرقه ما اتاثرتش بشكل كبير. صحيح. يعني ممكن يكون معاهم محترف ممكن ينافس على البطوله. انا برضو عايز اسمع راي كابتن سلعاوي في يعني فريق سبورتنج، يعني الحقيقه لازم نشيد بيه خاصه في وجود عضو مجلس اداره كريم سرور اللي كان لاعب في صفوف الفريق وبيقدم دعم قوي جدا من خلال مجلس الاداره لهذا الفريق. فحضرتك يعني متفق مع اسلام انه
الفريق يعني قدم موسم كويس. كابتن اسلام انا عايز اقول برضو ان وائل بدر من المدربين الشباب اللي طالعين بيدرب في المنتخب، ومدرب له بصمات واضحه من خلال نصف الموسم اللي فات والموسم ده، وانه هو بيلاقي كل الدعم من مجلس اداره نادي سبورتنج، وكذلك كريم سرور طبعا لانه كان راجل بتاع باسكت، واحنا بنتمنى له التوفيق لانه هو يعني السنه دي خد المخاطره هو والجيش انه يلعبوا بدول اجانب. بس يا كابتن ما اعرفش حضرتك تتفق معاه، لا سبورتنج الحقيقه بيقدموا باسكت حلو. يعني بامانه ده من زمان، من زمان الدكتور عوض عبد النبي وياسر جد الله، ويعني من اجيال اجيال متتابعه لان عطا الله وحسين البشبيشي، ويعني من يعني طول عمر الباسكت في ده في سبورتنج كان يعني حاجه مميزه. صحيح يا كابتن.